أصبحت فعلا هذه الرغبة أكثر فأكثر، وهي رغبة مليحة وأعتقد رغبة اللي مستحقة، باعتبار أن كل تلاميذ والطلبة اللي كان درس كلهم عندهم رغبة في العمل الإبداعي والعمل الفني، وأيضا رغبة في تحقيق الأحلام ديالهم. وتنظن بأنه أنا شخصيا أعشق الطلبة وأعشق التلاميذ، لأنهم هم المستقبل، هم مجال، هم مكان حقيقي للتواصل في شتى الأنواع من الإبداعات الفنية: مسرح، سينما، تلفزيون، رسم، موسيقى، شعر وما إلى غير ذلك. واعتبار أن أيضا لدينا مواهب كثيرة في هذا البلد، يجب فقط تسليط الضوء عليهم، الاهتمام بهم، يجب مشاركتهم والاستشارة معهم والاشتغال بجانبهم. لا يجب الابتعاد عن الشباب لأنهم هم المستقبل، لا يجب الابتعاد عن هذه الطاقات لأنها هي التي ستستطيع أن تعطي إضافة نوعية في المجال السمعي البصري في بلادنا. الشباب أعتقد عندهم رغبة ملحة في تغيير الأشياء بطريقتهم وبأسلوبهم، ولهذا يجب الاشتغال معهم لتأطيرهم، لتكوينهم، لتقديمهم نصائح مهمة يمكن الاستفادة بها مستقبلا، وأيضا يمكن أن نستفيد أيضا من أفكارهم، من حماسهم، من مواهبهم المتعددة. وبالتالي في هذا الاشتغال أعتقد جانب إيجابي كبير وجانب مهم جدا، الرابح الأكبر فيه هو الإبداع، هو السينما، هو الثقافة بشكل عام والإبداع بشكل عام. إن شاء الله إن شاء الله غادي يكون الآن في التحضير للاشتغال على بعض من المواضيع، هناك من سأكون ممثلا في بعضها وأخرى ستكون إن شاء الله من إخراجي وتوقيعي. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.